إضراب عام مفاجئ لعمال شركة النقل تونس يؤدي إلى شلل كلي لحركة النقل والمواصلات داخل العاصمة التونسية وخارجها والاشتباكات بين العمال المضربين وقوات الأمن. الإضراب جاء للمطالبة بإطلاق سراح موظف في شركة تم إيقافه ما أدى إلى تعطيل مصالح الموظفين وطلب الذين لم يجدوا خيارا أمامهم سوى السير على الأقدام.